تابعنا مع بعضنا بعض من الأخبار المحلية سريعا، يعني بعض الأنشطة المدنية في ليبيا بشكل عام في هذه الجولة. لكن في خبر نبغى نحكي عليه بصراحة، خبر ملفت وجميل، ونتمنى يعني من الجميع أن يحذو حذو هؤلاء الشباب اللي نحن حنحكي عليهم الآن، وهي عبارة عن دورة مختصة في مجال صناعة الحلويات. منى، هذه الدورة طبعا كانت فريدة من نوعها، بحيث أنها كانت المبادرة في مركز سارة لصنع الحلويات. طبعا زي ما نشاهدوا أمامنا في الصور، هذه هي فعاليات الدورة. الدورة هي مبادرة ل 18 شاب من مدينة بنغازي، تم اختيارهم بحسب الرغبة في العمل في مجال صنع الحلويات والطبخ. المبادرة تبنيها شركة أفاري ومركز سارة. فعلا يعني تبنتها شركة أفاري ومركز سارة لصنع الحلويات، وتم وضع الشباب في دورات مكثفة بالتعاون مع أكثر من شيف من ليبيا وخارج ليبيا. الشباب أكيد حابين أنهم يوصلوا لمرحلة الاحتراف في هذا المجال للعمل في المطاعم والكافيهات في المدينة، ومعظمهم بالفعل يعني يحاول أنه هو يتطور أكثر في صناعة الحلويات والمخبوزات. إبراهيم، بالضبط، خلينا نمشوا مع بعضنا نتعرفوا أكثر على هذه الدورة من خلال هذه اللقاءات. في مبادرة من مركز سارة لتعليم الكيك وشركة أفاري يعني نفس الممولة، حبينا إن إحنا ندير كورس للشباب تعليم كيك الكافيهات. بدينا أول 3 حصص كان كورس مع عن تعليم الكيك الكافيهات، خذينا الويتس، خذينا الفرير، وخذينا رافيلو، وخذينا الحشوات، خذينا التورتة. بعدين انتقلنا إلى كتمات الفرنسية، كان مع الشيف محمد نجم اللي رفض حتى هو ياخذ أي قرش من الكورس. بعدين انتقلنا من الكورس هذا للشيف العربي، شيف مصري، حتى هو حابب يشاركنا ويعطي حصة معنا عشان نرفع مستوى الخدمة عند الشباب بتوع القفاءات كلها في بنغازي، أكبر القفاءات، شغل جديد. وطبعا بنشكر مركز سارة اللي استضافنا النهارده عشان نعطي الشباب حاجة جديدة. معانا الريد فيلفت والمولتون كيك والتشيز كيك. شركة أفاري نشكرهم على هذه البذرة الطيبة لشباب بنغازي، وكان اختيار 16 نفر من شباب بنغازي، أغلبهم يخدموا في كافيهات وفنادق ومطاعم، وكانت يعني بادرة طيبة من البداية. مركز سارة لصنع الحلويات مع أو تعاون مع شركة أفاري قدموا مبادرة جميلة بصراحة للشباب، ونحن عارفين أن هذا العالم، عالم المخبوزات وعالم الحلويات وغيرها، هو بصراحة إبراهيم مؤخرا ما عادش تم مخصص للبنات، يعني حتى الشباب قادرين هم يشاركوا في هذا الموضوع. أصلا الموضوع عالميا أعتقد أنه ما عادش تم في حاجة في الوقت الحالي مخصص للرجال فقط أو النساء. أفضل الشيف يعني أفضل شيف تلقاه شاب، يعني صحيح في العالم، في بنات في يعني في العالم مع المشهورين أكثر في الطبخ، أو أغلبهم رجال يعني. بغض النظر هي هواية، هي بغض النظر هي فعلا هي هواية، هو فن. الإنسان لما يبي يدير حاجة معينة بيكون عنده رغبة إنه هو يدير الشيء هذا وغيره، يعني بغض النظر عن عاداتنا اليومية اللي هي المرأة تطبخ وتدير في الأكل وكذا. بس إبراهيم لو بنحكوا على حاجة شخصية بصراحة، يعني أنا شخصيا أنا لما وعيت على الدنيا لقيت مش ماما بس الطبخ، يعني حتى بابا يساعد فيها في أوقات معينة تكون هي في الشغل وغيرها، يعني هي كسيدة عاملة بابا يشارك في الـ في الـ في الـ يعني في المطبخ. فالشيء هذا ما خلانيش نعتبر إن المرأة للمطبخ، إن الجميع مشارك في البيت، الجميع طبعًا مشارك للمطبخ. طبعا هو الجميع مشارك، بس نحكي علي أنا شخصيا مش هوايتي إطلاقا الطبخ وفن الطبخ بصراحة، ما عنديش صبر. الصبر اللي هو أكيد عندك فن في حاجة ثانية، ممكن مش عارف، حنكتشفوها بعدين. خلينا مشاهدينا نستقبل مع بعضنا سارة الزوي، مدير مركز سارة لصناعة الحلويات. مرحبا بك سارة معنا في برنامج العشية. مرحبتين بك، أهلا وسهلا بك أستاذة سارة. أهلا وسهلا بك حبيبتي، تسلميلي. بداية نحكي لنا عن هذه المبادرة. المبادرة هي فكرة كانت بيني وبين أستاذ رافع الحديد أفاري عن اسم المولى ومركز سارة. هو كان نازل واحد من الشباب اللي يشتغلوا في الكنافة أو هيكي، إنه هو حاب إنه هو حد المولى والعبادة، فشفني فكرة إني أنا ندرب شباب في صناعة خاصة بالكنافة، فدخلت عليه قلت له أستاذ رافع أنا أفكر واحد من هذا، فقال لي أوكي تمام. خطط ما فكرنا وهيك، يبقى انا بكورس الكافيهات. يعني المبادره هذه اول مره تديروها؟ المبادره هذه اول مره تديروها للشباب؟ اول مره
اول مره بالضبط اول مره بس هي حتكون ان شاء الله بعد اللي نحن فيه في شباب الان الحمد لله ان شاء الله حتبعد كل فتره كثير. ممتاز. لما نسألك على كيف تم اختيار معايير 18 شاب اللي اخترتوهم لهذه الدورة؟ المعايير شوف احنا اخترنا ناس عندهم يعني هو الأكثر اللي هو اللي اختار الحد يعني هو أنا كنت في برنامج في التونس فلما دويت له وكذا وحكيت له هو استدرافة قلت له استدرافة نبدي ناس واحد اثنين ثلاثة قد يخليها علي أنا اختار شباب يشتغلوا عندهم خلفية بس فيش يشتغلوا شيفات في مالح طبخ شيف في كريبتي نحن حبينا نحن نوسعوا باب رزقهم لان هم ديما عندهم خلفيه بسيطه جدا على الشغل تمام؟ حلو اخترناهم بمعايير انهم عندهم خلفيه جيده فهمتي ما قاعد الشفت انا قلت اقنعتهم انهم يعني ننجحوا بهم المجموعه هذه فهمتي؟ تمام بهي يعني عرفتوهم على تخصصات معينه يعني في صناعه الحلويات ولا كان حد والمجال اللي هو حابه؟ علمناهم على شغل كثير خطيات، نحن في بنغازي نقدر ما عندناش شباب يشتغلوا في كيك، تمام؟ ما عندناش شباب يشتغلوا في كيك، الكيك اللي يشتغلوا فيه الاجانب يا اما الكيك يجيبوا فيه من البنات الليبيان، اوكي؟ فهم الشباب حسيت ان هم عندهم حب للكيك شغل كيك الخطيات اللي هو الاوريو كيك، الكيك، كيك، الشيك كيك، حسيت ان احنا ما عندناش ثقافه دراسه يعني عرفت؟ تمام حلو. نحن نفتحوا البداية أو الشغل اللي حاجتها لنا فهمتيني؟ أنت كيف شفتي؟ كيف شفتي رغبتهم يعني حسيتي إنه فعلا يستاهل الموضوع المبادرة هذه وإنه يكون في لقدام إن شاء الله مبادرات ثانية؟ إن شاء الله هذه أول مبادرة هذه مبادرات أخرى في أفكار أخرى شنو مدى أقبالهم صنع بالله زي ما حكيت مدى أقبالهم فوق الرقعة يعني أنا نشوف الناس يطلعوا مني يطلعوا يطبقوا وينزلوني في صور أو يجي يطبقوا عندي في المركز يصوروا لي أنا والله أما قلت أنا مش أقول لك أنا متفاجئة بشغلهم أنا يعني فوق المتفاجئة بشغلهم ما شاء الله عليهم عندهم يعني رغبة وعندهم حب للشيء هذا إنه شيء في طريقة يعني حنزل لكم الصور بتاعت آخر حتى هتشوفوه متحكمه يعني ان شاء الله بالتوفيق اكيد استاذه ساره لكن نسالك سؤال اخير فيما يتعلق الدوره هذه كانت للحلويات فقط ولا حتى شاركتوا ببعض الطبخات لا كانت كلها في الاول كانت ثلاث كيك ثاني حصتين كان الشيف محمد نجم للبطاقات الفنيه الحصه اللي بعدها كانت شيف كانت للشيف كيك وريد فولفت والمونتي كيك عندنا حصه خاصه بديكورات الشوكولاته لكن شوية بسيطة لأن هم كانوا يعني خلاص ما نبوش تصوير نحن نبوح هذه الأسئلة يبوا نبيعوا حلو كويس ممتاز شكرا لك أستاذة سارة زوي مديرة مركز سارة لصناعة الحلويات شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ونتمنى لك أكيد التوفيق في مثل هذه الأفكار النيرة بصراحة اللي تدعم بشكل كبير جدا الشباب اللي هم راغبين في خوض هذا المجال الراقي والرائع جدا ولكن بصراحة غير ما سعفنيش الوقت عشان نسألها على نقطة مهمة نقطة المطبخ الليبي وتوثيقه يعني نرجو من كل اللي هم داخلين هذا المجال ويعشقوا هذا المجال ان هم دائما يحطوا في بالهم توثيق الاكلات المعروفه في ليبيا والاكلات الشعبيه في ليبيا توثيقها للعالم باجمع